تستخدم الشيفرلي بولت حزمة بطاريات بقوة 60 كيلو وات لتوفر القوة لهي السيارة. هاي القوة عم تترجم ب 204 أحصنة و 360 نيوتن متر من العزم، وهذا بيعطيك تسارع من 0 ل 100 كيلو متر بالساعة ب 7.3 ثانية. يمكن تشوفوا هيك الأرقام قليلة شوي، ولكن إحساسك بهذا التسارع هو كبير كتير، خاصة بهيك سيارة خفيفة وبعزم مباشر بتحصل عليه لما تضغط على دواسة الوقود على أي سرعة. فأنا خلال هالثواني القليلة وصلت ل 155 كيلومتر بالساعة بكل سهولة. السيارة ثابتة جدا على الطريق وانت عم تتسارع بكل صمت، فالصوت كتير قليل بتسمعه من المحرك الكهربائي عم بدخل داخل المقصورة، ولكن هذا بقودني لعزل الصوت داخل المقصورة. فمع هيك سرعات بصراحة العزل جيد ما ممتاز، وعم تقدر تسمع كل الأصوات الجاي من عجلات السيارة والهواء اللي عم بضرب بجسم السيارة بهيك سرعات. ومثل أي سيارة كهربائية تاني، شيفرلي زودت البولت بخاصية إعادة شحن البطارية اللي بتحصل لما تضغط على فرامل السيارة. فبمجرد ما تضغط على الفرامل السيارة عم تستخدم هاي الطاقة من إبطاء السيارة لحتى تعيد شحن البطارية، وهذا بيعطيك طبعا مدى أكبر للبطارية كل ما تستخدم الفرامل. ولكن مش بس هيك، شيفرلي كمان أعطتك خاصيتين تانيات خصوصي للبولت لحتى تزيد من إعادة الشحن بالسيارة. الخاصية الأول بتسميها Region on Demand أو إعادة الشحن عند الطلب، وهي بتقدر تشغلها أنت باستخدام بدل موجودة خلف المقود على اليسار. فمجرد ما أنت تكون عم تقود السيارة وتضغط على هاي البدل بدون استخدام الفرامل بتحس بإعادة الشحن أنه عم بيحصل والسيارة عم تتباطأ، حتى أنه أنت بتقدر توصل لأنك توقف السيارة. وهذا طبعا عم بيستخدم قوة أكبر لإعادة الشحن، لأنه في بعض الطاقة اللي إحنا بنخسرها لما نستخدم الفرامل. فمع استخدام Region on Demand أنت بتحصل على إعادة شحن أكبر للبطارية. الخاصية الثانية بيسميها شيفرلي One Pedal Driving أو القيادة باستخدام دواسة واحدة، واللي هي بتقدر تشغلها لما تحط الجير بوضع L. فمجرد ما ترفع إجرك عن دواسة الوقود فورا بتحس بتباطؤ بالسيارة كأنك شغلت إعادة الشحن من البدل، وبتقدر توصل لأنك توقف السيارة كمان نهائيا. وكمان هون إحنا عم نحصل على إعادة شحن أكبر باستخدام فقط دواسة واحدة للقيادة، وهاي الطريقة للقيادة ممكن تكون مهمة جدا داخل المدينة وتعطيك مدى أكبر لشحن البطارية، مدى أكبر لقيادة السيارة بالكيلومترات، وأكيد كمان بتوفر لك باستهلاكك لفرامل ومكابح السيارة. كل هاي الخواص من إعادة الشحن وحجم البطارية وقوتها عم تعطينا مدى شيفرلي بتقول إنه هو 520 كيلومتر، لكن الرقم الأقرب والحقيقي واللي راح تشوفه على عداد الموجود أمامك بلوحة العدادات أو شاشة لوحة العدادات هو 380 كيلومتر. هو الرقم اللي تقريبا حصلت عليه أنا خلال استخدامي وشحني للسيارة. تذكروا أنا حكيت لكم على عدة طرق لشحن السيارة بحياتك العادية مع شيفرلي بولت لما كنا ببرا ورجيتكم الكيبلات المختلفة اللي بنستخدمها. هذا شو بيعني بالحياة العادية؟ هذا بيعني انه انت اذا استخدمت احد الشواحن العامة الموجودة والمنتشرة بمدينة دبي راح تحصل على بطارية كاملة بخلال 9 ساعات ونص، وهذا رقم طويل كتير لحتى ترجع تحصل على 380 كيلومتر. فانت بسيارة وقود عادية يمكن تعطيك رينج أكبر من 380 كيلومتر، ولكن لما يخلص 380 كيلومتر الأولى بمجرد وقفتك بشيشة البترول 10 دقائق بتحصل على 380 كيلومتر جديدة. هذا الوقت طبعا ممكن تختصره بالشحن باستخدامك أحد من السوبر تشارجرز الموجودين بمدينة دبي، وهم 8 فقط، وهذا بيقلل الشحن من 0 ل 100 بنسبة البطارية خلال 1.5 ساعة. ولكن هاي الشواحن هي مش موجودة أكيد بأماكن مختلفة وقريبة منك. لحتى أشرح لكم أكثر تجربتي مع الشيفرلي بولت وشحنها خليني أعطيكم قصة. إحنا لأجهز السيارة لتصوير اليوم
كنت حابب أتأكد إن البطارية تكون مشحونة بشكل كامل، فأنا فتحت آب على الموبايل ووجدت أقرب شاحن لمكتب شغلي ورحت عليه. لحظي أول شاحن رحت عليه كان خارج عن الخدمة وما عم بشتغل، فشفت الشاحن الثاني القريب علي وسقت لعنده. الشاحن الثاني كمان ما اشتغل، فاضطريت أبعد أكثر عن المكتب ولقيت شاحن فاضي لحسن حظي وشغال وشبكت السيارة. السيارة أخذت 6.5 ساعات وما كانت فاضية على الأخير لحتى تشحن البطارية بشكل كامل. طبعاً اضطريت أتركها وأرجع على الشغل على المكتب، أخلص يوم العمل وأرجع أخذ السيارة بتاكسي مرة تانية لحتى أجي وأصور لكم إياها اليوم. باختصار، شو الهدف من هاي القصة؟ الهدف من هاي القصة أنا أقول لكم حالياً بالبنية التحتية اللي عندنا بمنطقتنا، بصراحة استخدامك لسيارة كهربائية هيك بشكل يومي ما أنه شيء سهل أبداً، فأنت راح تضطر أنه أول شيء تلاقي شارجر إما ببنايتك بالشغل أو قريب منك، لحظك يكون كمان فاضي، لحظك يكون شغال، وتستنى ساعات طويلة لحتى تشحن السيارة. بنظري يمكن امتلاك سيارة كهربائية بهالوقت رح يكون أفضل سيناريوهاته إنه أنت تكون ساكن بفيلا أو ببناية تسمح لك إنه تركب الهوم بوكس أو الصندوق المنزلي للشحن، واللي بيعطيك فاست شارجينج، واللي هو بياخد لحتى يشحن السيارة مثل ما قلنا 9.5 ساعات، لأنك إذا استخدمت السوكت العادية لشحن السيارة رح تاخد شحن البطارية من 0 ل 100% 21 ساعة. يمكن تقولوا لي ما رح أضطر أشحنها كل هالمدة، أنا بستخدم السيارة لمسافات قليلة يمكن 100 كيلومتر كل يوم. أكيد هذا السيناريو كمان موجود، ولكن هذا بيعني أنه أنت ما بتقدر بدون تردد تاخد سيارة شيفروليه بولت وتنطلق برحلة طويلة بدون ما تفكر أنه قدي المدى الموجود عندي بالسيارة، وين الشواحن الموجودة، شو الكابلات اللي حاملها، هل الشواحن هتكون عم تشتغل. لازم تحسب حساب كل هاي الأمور. يمكن شيء بملل الانتظار بكل هذا الوقت لحتى تشحن البطارية، لكن تعرفوا شيء اللي ما بملل أبدا هو هذا العزم المباشر والتسارع اللي عن جد بتحصل عليه، واللي بخلي الناس اللي حواليك يستغربوا كيف سيارة صغيرة بهالحجم بتنطلق من إشارة المرور بهالسرعة لتوصل سرعات عالية. فعلا يعني على أي سرعة أنت بتكون فيها العزم دائما مباشر، التسارع دائما مباشر.